إزاي حضراتكم أولاً. ازاي نقدر نعمل انتعاشة في المنتج الدوائي المصري محلي الصنع في مواجهة المنتجات المستوردة. أه وهبقول لكم على حاجة يا دكتور إيناس. أه لازم نتناقش على أولوية كتابة المادة الفعالة للدواء والاعتماد على المنتج المحلي. صنع محلي تكسب. ولازم نستكمل اللي تبناه هذا البرنامج في يوم من الأيام التاسعة بعد قرار وزير الصحة للأطباء في المستشفيات والوحدات الصحية بإيه؟ بمنع وصف الأدوية المستوردة التي لها مثيل محلي هل من الممكن نحن نعمم الفكرة؟ هل القرار نقدر نخليه فاعل وساري أيضا على العيادات والمستشفيات الخاصة وما إلى ذلك؟ إزاي أقدر أنشر ثقافة اشتري المنتج المحلي ما تقلقش في حاجة لأنه بيحمل نفس المادة الفعالة وهنا ارحب بضيوفي الاعزاء داخل الاستوديو منورنا داخل الاستوديو نبدا الاول بدكتور ايناس لان احنا لازم نبدا طبعا ليديز فيرست ده مما لا شك فيه دكتور ايناس عبد الحليم عضو لجنه الصحه بمجلس النواب منورنا يا فندم زي الحال كله تمام ايضا دكتور علي عوف رئيس مجلس رئيس مركز البحوث الدوائيه اهلا بيك يا فندم منورنا وطبعا دكتور علي عبدالله رئيس مركز الدراسات الدوائيه منورنا فندم اهلا هبدا الاول بدكتور ايناس ومساله انه اصلا المستورد احيانا ان تم استيراده بطريقه خاطئه وخزن بطريقه خاطئه يبقى الدواء به سم القاتل زي الفيلم هي. صح؟ صح ازاي بقى ايه الحكايه؟ الحكايه ان بعض الادويه المستورده بتيجي مهربه ما بتبقاش مستورده رسمية عن طريق الدوله. آه. فاللي جاي متهرب ده ممكن يكون محتاج درجه حراره معينه يعني ما نقول ان الدواء ما تزيدش درجه حراره 20 هل احنا جونا طول السنه 20؟ طبعا لا طيب يبقى هتحفظه فين؟ وفي بعض الادويه اللي بتحتوي على منتج هرموني ودي لازم تيجي مبرده مبارد. طول الوقت تبقى موجوده انا مش عايز اقول لك على المبرد لان هم مش يعني غالبا ما حدش بيلجأ له، لكن هي الادويه اللي موجوده في علب مكتوب عليها ان الحراره ما تزيدش عن 20 25. هل وجود ما جايب الدواء ده من اي بلد اجنبي لمصر هيبقى محتفظ بنفس الحراره اللي المفروض يبقى فيها لو جه قعد عندنا في مصر؟ الادويه بتتحط على الرفف اه ما بتتحطش جوه التكييفات على طول أوه. بيقفلوا التكييف ما بيقفلوا الصيدليات بالليل يا نهار ابيض طب <applause> ما بيدخلوهاش تلاجة ما بيدخلوهاش لا لا مش كل الادويه الادويه اللي موجوده على الرفف حاجات كتير ما تنفعش في مصر تبقى موجوده على رف طيب. لان حرارتنا عمرها ما بتبقى ثابته 20 دي ابدا وفي الصيف لا فيه صيدليات بتبقى درجه الحراره بعد المستشفيات بتوصل الحراره لو استاذ توصل 48 ده معناها ان المنتج الدوائي ده كده ده باظ ايوه فلازم كمان جوه المستشفيات وده اللي, اللي انا شفته قبل كده في متابعه مع بعض الصيدليات في وحدات صحيه فسالته قال لي بنقفل بالليل قلت له تقفل بالليل ازاي؟ بقى انت مشغل كونديشن طول النهار والبلد عندك حرارتها عاليه تيجي بالليل تقفل مع الصبح يبقى الدواء ده كله باظ المحطوط على الرفوف ده كله باص ومن هنا يصبح ان المنتج المحلي افضل بالنسبه طبعا لاننا ضمنين انت عارف درجه حرارته وعارف هيتعمل ازاي وعارفين هم هيمشوه ازاي طيب. لكن اللي جاي من بره ده ما انت ما تضمنش اللي نقله نقله ازاي ده هيخليني اروح لدكتور علي عوف كرئيس لمركز البحوث الدوائي ايضا من اشهر الشائعات التي تطلق داخل الاسواق هات المستورد لانه الماده الفعاله اللي فيه افضل كتير من الماده الفعاله المصري هل ده كلام سليم الكلام ده ما هوش دقيق ولا وما هوش سليم لا اولا المنتج الوطني الصناعه الوطنيه هو منتج جوده عاليه بينافس الدواء الاجنبي المستورد الفارق في الاتي زمان ومن عهود كبيره كثيره يعني من سنين طويله الشركات الاجنبيه دايما متبنيه ثقافه بتزرعها وبتصرف عليها ان احنا سعرنا اعلى لان احنا جودتنا اعلى الجوده مش بالسعر العالي ولكن هو ليه سياسات تسعيريه محدده هو بيفرضها على الاسواق اللي بتساعده على انه يسوق ويبيع وكده يعني. انما في الاخر الدواء المصري من الثلاثينات لحد النهارده اثبت نجاحات وكفاءات ناخد مثل مثل حي ومثل مصر يمكن النهاردة واحدة من أبرز الدول على مستوى العالم في قصة نجاح حقيقية اللي هي فيروس سي صح صفح. فيروس سي لما كان بيتقال ان مرض متوطن وعامل ازمه اقتصاديه واستنزاف موارد وبيموت ناس وكده خلاص احنا لما ظهر السوبس بوفير كماده فعاله انا بتكلم عن الماده الفعاله الاجنبي بتاع شركه جلياد الامريكي لما اكتشفته سعر العلبة ده كان واقف علينا هنا 28 قرص ثلاثين ألف دولار العلبة عشان تعالج مواطن لازم ثلاث علب تتكلم في 90 ألف, ألف دولار. دولار. إحنا بقى كصناعة وطنية لما جبناه واشتغلنا عليه خلاص أنتجناه وبجودة عالية نتائجنا وصلت زي الأجنبي 99.5% وفي الآخر مصر بقت خالية من فيروس سي بالمنتج الوطني المصري وجالك من شهرين شهاده من منظمه الصحه العالميه تقول انك دوله خاليه وكانت قصه إنتاج يعني يعني قصه من قصص النجاح على مستوى العالم قال لك انت عندك اراده سياسيه عملت حاجه لم تحدث في تاريخ الدول من 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 قبل كده طيب تكلفتنا كامل العلبة احنا عملناها كصناعة وطنية ألف جنيه من تلاتين ألف دولار يس yes. ده وقع وتجربه ونجاح النهارده تسعه وتسعين في الميه زي زي الاجنبي خلاص القصه الماده الفعاله من ضمن الحاجات الجميله اللي بتحصل هو أن أنا النهارده في احدى المرات كان شركه من الشركات انا كنت بقدرها وكده وعندي دوله السكر م. فكنت بستورده الماده الخام من الهند فكان الشركه الاجنبيه الكبيرة الأوروبية لما تنزل للطبيب تقول له إيه أنا أوروبي أنا إنجليزي مم. كويس والمادة الخام جايبة من إنجلترا وأنا قاعد في مكتبي لقيت صاحب المادة الخام اللي أنا بجيب منه جاي فجايب لي كتالوج حاطط في وسط الصفحة في أول الصفحة إيه الشركة الأجنبية اللي تنزل بتقول إنها الدواء الماده الخام بتاعها هم اللي بيحصل الشركات دي شركات كبيره بشغالة بفكر البيئه النظيفه عندهم فبيعملوا بيختاروا بمواصفات جوده معينه مصانع معينه في الهند مثلا بتطبق جوده وكده وبيصنع الماده الخام هناك وبياخدها هو يعمل لها ري ليبلنج عنده وبتجيلك على اساس انها جايه من عنده بس هي في الاساس جايه منين فانا ببساطه اشتريت من نفس المكان وبقيت اخش للطبيب يقول لك اصل انت ماده خام منين ادي آه يا عم ادي الشركه اللي هي بتاعي أيوة بتاعت بتصنع الماده الخام بتاعته وانا بتا... يبقى احنا متساويين هنا بقى هيفرق هيفرق ال... ال... لو في كفاءه للمنتج زي زي الاجنبي يبقى السعر في المواطن المصري. طيب هنا اروح لدكتور علي عبد الله وكرئيسا لمركز الدراسات الدوائيه. انا ليه ما بشتغلش على انتاج الماده الفعاله بتاعتي؟ زائد التعاون مع الهند زي ما اتكلم دكتور علي عوف وزي ما اظن احنا ايضا تعاوننا في هذا المجال فيما يتعلق بعقارات التهاب الكبد الوبائي وفيروس سي ليه ما بنفتحش المزيد من التعاون وبالتالي اشجع الصناعه بتاعتي طيب بس كان في نقطه يعني اثيره دلوقتي خايف تفهم خطا يعني لان الدكتوره خصت بالدواء المستورد ذلك الدواء الذي يهرب أه. لكن احنا عايزين أه. نشجع المنتج المصري مقابل المستورد سواء داخل البلد بطرق شرعية او داخل بطرق غير شرعية يعني احنا منتجنا المصري بنشجعه قصاد اللي داخل البلد وله وكيل وله يعني بشكل رسمي وبالتالي لا دو دكتور ايناس كانت واضحه حتى في النقطه الاخيره، قالت المنتج المصري احنا عارفين اصله وفصله وكيفيه انتاجه حتى وصوله لداخل الصيدليه ثم للشخص اللي هيضطر يستخدمه. طيب النقطه الثانيه للتوضيح ان آه. الماده الفعاله في العالم عباره عن طبقتين يعني نوعين أيوه. نوع للبحث العلمي ونوع لكل العالم يتداولوه وبالتالي ما فيش هنا فرق ما بين سيادتك وانا وغيري في استخدام الماده الفعاله يعني المواد الفعاله ما درجات هي درجتين درجه مش للتداول في صناعه الدواء انما للبحث العلمي والدرجه الثانيه لصناعه الدواء طب احنا ليه ما بنصنعش مواد خام مم. لا احنا لنا تجربه رائده من الزوستينات في صناعه المواد الخام وحاليا بدانا اعاده آه التوطين صناعة المواد الخام وإعادة إحياء ما قد بدأناه في الستينات من صناعة المواد الخام لكن آه الموضوع ده محتاج إيه؟ بحتاج أنك لما تصنع مادة خام لازم تبص للأسواق اللي حواليك يعني مش هيبقى الاستخدام المحلي لأن في بعض الأدوية يكفيك مثلا كيلو في مصر لمصر كلها كيلو مادة خام آه لمصر كلها لأن المادة الفعالة هنا بالمايكروجرام وبالتالي ما محتاج صناعة كبيرة انما طب هتصنع ماده فعاله هتوديها فين؟ يبقى الانتاج المحلي ثم المنطقه الشرق اوسطيه او العربيه او الخليجيه او الافريقيه كسوق واعد وبالتالي هنا لا احنا بدانا نصنع مواد خام بخطط مدروسه. حلو جدا طب انا حضراتكم في فاصل وهرجع بعد الفاصل يمكن نكمل المناقشه في ده وايضا في الاطار التشريعي اللي انا محتاجه في الحزم التشريعيه في القوانين حتى ان انا اقدر افعل التصنيع المحلي وده يمكن يخش تحت بند حريه البحث العلمي ان انا اقدر افتح حريه اكتر واوسع للبحث العلمي وبالتالي دي ال1 بليون اندستري دي عايزه فلوس كتير محدش هيستثمر وفي الكثير من المعوقات او الكثير من المحاذير حول البحث العلمي ثم التجارب السريريه ودكتور ايناس ادرى مني بذلك خلونا نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام عمال حاجات كويسه جدا في بعضها دلوقتي ظهر معاكم على الهواء ودي حاجات بالمناسبه مشرفه جدا خليني ارحب مره تانية بضيوفي الاعزاء وارجع هنا مره ثانيه للدكتور ايناس عبد الحليم وكنا بنتكلم على هل انا محتاج المزيد من التشريعات او البنيه التشريعيه اللي تسمح بحريه البحث العلمي واجراء التجارب السريريه ولا انا بنائي التشريعي مكتمل؟ لا البناء التشريعي مكتمل واللائحه التنفيذيه موجوده وقانون التجارب السريريه موجود فعلا وبيطبق في جامعاتنا المصرية وبقى في اسكال كوميتي قبل ما نبتدي نعمل أي ريسيرش مع الخارج أي مشاريع بحثية مشاريعنا البحثية كتيرة جداً وبنعمل ان يمكن كل سنه بيطلع من عندنا عدد كبير قوي من الابحاث خاصه في التخصص بتاعي في الاورام واحنا متابعين معاهم وما اعتقدش ان نتائجنا فرقه عنهم في اي حاجه بل بالعكس احنا عاملين حاجات مالتي سنتر على مستوى العالم ولي اساتذه زمايل كتير مشاركين في الابحاث دي وعدد الابحاث عندنا مش عايز اقول لك في السنه قد ايه ده يعني حتى عندنا في جامعه المنصوره احنا واخدين جوائز تفوق في البحث العلمي صحيح. على مستوى العالم فبالنسبه للبحث العلمي مفيش مشكله بالنسبه لهيئه الدواء اعتقد ان احنا عاملين القانون سنه وثمانية 2018 على اعلى ما كنا نتخيل من قانون لهيئه الدواء اللي كنا بنحلم فيه نبقى زي الاف دي اي بتاعه امريكا ويمكن الغذاء خرج مننا بس موجود لهيئة الدواء كان الهدف منها تسهيل تسجيل الادويه والتصنيع عند الغير وان احنا ندي مده معينه ان ما خلص التسجيل في ست شهور من حق اللي مقدم انه يسجل الدواء على طول واعتقد ان يعني ما نقدرش نحكم على هيئه الدواء المصريه دلوقتي لان لسه قدامها كتير عشان تخلص الحاجات اللي عندها بس مبدئيا هي هيئه قايمه على نظام انا بحترمه جدا، الناس احسن من الاول كتير، الشغل على مستوى الدواء في مصر، احنا دلوقتي بننتج من 93 ل 94% من احتياجاتنا في مصر وده شيء ما كانش موجود عندنا قبل كده، احنا دوله بتنتج دواء من سنه 38 كمنتج دوائي تام الصنع ايوه ايوه لكن المواد الفعاله مش كلها بنتجها لا عندي. مش كل المواد الفعاله بنتجها دكتور علي قال لحضرتك آه. قال لك ما ينفعش ان انا انتج الا الحاجات معينه الباقي هيبقى بخساره علينا بس احنا ارخص دواء على مستوى العالم هو الدواء المصري طيب. اللي حصل مع افريقيا اعتقد ان المؤتمرين اللي اتعملوا لتسويق الدواء في افريقيا جاب نتيجه وبقى فيه دلوقتي الشراء الموحد ده نظم عمليه شراء الادويه من الخارج نظم عملية أنه عمل مؤتمرين بيدعو فيها أفريقيا أنها نرجع تاني نفتح م. سوق دواء هناك مشكلتنا في أفريقيا أنا كنت قعدت فترة مع في اللجنة الأفريقية عشان حكاية الدواء والصحة الحقيقة مشكلتنا هناك أنه ما عايزين يبيعوا الدواء بنفس سعر الدواء في مصر فسعر الدواء في مصر رخيص قوي فهي لازم يبقي في اتفاقيات توصل الدواء لسعر مناسب في التصدير اعتقد كنا بنصدر ب مليون احنا السنه دي معديين المليار ففي تقدم في عمليه التصدير سوق افريقيا سوق واعد وهم محتاجيننا وبيطالبوا ان هم فعلا يبقى الدواء المصري متواجد عندهم لان زي ما بقول لك الدواء فعال وفي نفس الوقت هو ارخص من اي دواء. طيب هنا هرجع لدكتور علي عوف، ايه اللي انا لسه محتاجه عشان اقدر اوسع من قاعدتي الانتاجيه للدواء والمواد الفعاله؟ تمام، طيب. اولا انا همسك نقطه نقطه. توطين صناعه احنا ماشيين في اتجاه توطين صناعه نسبه 94% تغطيه محليه ده اعلى نسبه على مستوى العالم. اتجاه القياده السياسيه لتوطين 6% منها ادويه الاورام على سبيل المثال ماشي مصر ماشي في هذا الاتجاه وبقوه مصر في 24 هتسمع عن طفرات في حاجات في صناعه معقده هنبقى واحده من اربع دول على مستوى العالم بتنتج منتجات دوائيه محدده خلاص هنغطي بنغطي دلوقتي في الازمه الدولاريه اللي احنا فيها صناعه وطنيه بتغطي احتياجات بلد مشتقات الدم خلاص بتغطي احتياجاتنا فامنتنا من قصه الدولار ده رقم واحد وعلى جوده عالميه بشراكه اجنبيه زائد ان هو دلوقتي بيجهز نفسه للتصدير لان هبقى واحد من اربع دول مستوى العالم ده اتجاه استراتيجي لدوله بص صح وبتخطط صح وحط الصناعه على اتجاه صح ده باذن الله في 24 هتنسمع عنه الحاجه الاهم المواد الفعاله كصناعه هي احنا من الستينات زي ما الدكتور علي قال كان في هدف موجود ولكن اه ظهر على الساحه انا اتكلمت وقلت اوروبا وامريكا خدوا الهند والصين مكان لصناعه المواد الخام عشان البيئه النظيفه فهم بيصنعوا المواد الخام هناك العالم كله الهند والصين هم مصانع المواد الخام هناك فمصر مصر حصلت تجارب لمصانع مواد خام هنا ونتيجة الجدوى الاقتصادية قفلت وبالتالي انت النهاردة بادئ من سنتين يمكن كان في معرض للصناعة موجود في مصر وبدأت انشاء لنواة لبدايات صناعة المواد الخام في مصر ازاي بنعملها زي ما حضرتك قلت شراكات مع خبراء في الهند يبدأوا يعملوا معانا ومنها نبدأ نطلع نصدر الحاجة الاهم من ده قرار معالي وزير الصحه في موضوع كتابه الادويه المحليه, المحلية. الادويه المحليه هنا حضرتك هو محلي بمفهوم لو شركه اجنبيه عالميه جت استثمرت عندك وشغلت موظفين مصريين وعملت استثمار جوه مصر فيصنع وطنيه مم. فحضرتك بتعملها زي المنتج المصري كويس. وبالتالي هنا المفهوم استيراد استيراد كامل من بره ولكن طالما الشركه الاجنبيه بتصنع جوه وليها مصنع هنا فهي زي زي الاجنبي حتى لا يساء فهم الكلام ده كاستثمار حلو تمام. جدا كويس ده كلام محترم جدا جدا يمكن اخر حاجه هسالها من يعني او السؤال هيبقى للدكتور علي عبد الله واضح ان دكتور علي عاوز المزيد من توسيع قاعده التصدير للدواء المصري انا محتاج ايه عشان اوسع قاعده التصدير بتاعتي لا شك طبعا احنا 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 في موقع يؤهلنا ان احنا نبقى مركز للتصدير اه اه في المنطقه اللي حوالينا سواء افريقيه شرق اوسطيه خليجيه كل ده مفتوح بالنسبه لنا لكن زي ما الدكتوره قالت اه والدكتور علي قال على مشكله التسعير لانه احنا اه مقيدين من من عشرات السنين الدواء ليه جانب اجتماعي وجانب استثماري طبعا كنا دايما ميالين للجانب الاجتماعي صحيح وما عندناش حل النهارده عايزين نعمل التوازن ما بين الجانب الاجتماعي والجانب الاستثماري وبالتالي قالوا رايي الشخصي اللي ممكن الناس تزعل منه الدواء المصري يحتاج الى تحريك اسعار اكتر من كده بكتير الناس هتزعل وناس مش لكن لكن آه جدا اه طبعا لكن لكن مقابل لكن مقابل ذلك ايه آه. يبقى عندنا آه امبريلا او تغطيه اخرى اللي غير القادرين انه يشتري الدواء طالما غير قادر تامين طيب صحي تامين طيب صحي علاج نفسي طيب تامين صحي الشامل شامل يقدر آه. يعوض هو لي الجانب الاجتماعي يغطي لي الجانب الاجتماعي بالظبط كده لكن انا انا بقى على الجانب الاستثماري اشجع الشركات اشجع الدواء المصري المحلي اللي البعض بيظن ان سعره المنخفض ده آه، آه. يعكس آه، كل الجودة آه، آه، مع انه مش ده مش صحيح حاجة لا صحيح صحيح صح معلش انا اتفضل الحاجتين المسعرين اجباري في مصر أي. العيش والدواء أي. أيوه. صحيح. فعشان تعدي الاسعار دواء دي هتبقى فلازم تتعمل بدراسه ما، ما. مستوفيه كده آه، وبالراحه لانها هتبقى مشكله ده الاثر الاجتماعي ايوه في الاخر خالص الناس بترجع للنواب طيب يمسكوا فيهم لا, لا ما هو ما هو لازم مسكتين بس دور 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 لا شوف الصوره طب انت مغلي 1000 لا مش ألف اكمل, ولا أكمل مش بس استاذي بس أكمل, أكمل, اكمل القصه دي لان ارتفاع سعر الدواء مش بالمزاج مش مزاج الشركات لانه بيعرض على لجان وهي تدرس هل الدواء يستحق ياخد او لا يستحق انا خايف بس الاستاذ يوسف يقفل الحلقه دون 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 انا هقفل بس آه دون ايه دون <applause> إيه المهم يعني انه احنا حكمنا على الدواء مش بس على كونه لان انا كمريض في المية من مفعول الدواء يعني ايه يا استاذ يوسف ممكن بسرعه على طيب طيب, طيب, طيب انا انا آه انا لو استخدمت الدواء مش بطريقه مثاليه آه هفقد نص مفعوله سواء ده محلي سواء ده دا مستورد داخلين على شهر رمضان ويجب كل مريض يبقى عارف هاخد الدواء ده في الفطار ولا في السحور وقد الاكل ومفيش مريض بيسال قد الاكل قد ايه وبعد الاكل قد ايه ان الاوان ان احنا نبطل صرف الدواء بالعين واحنا في امريكا في روشته اخش اصرفها من غير روشته ما بصرفش ده واحد اللي كتب الروشته ما يكتبليش اسم الدواء يكتب اسم الماده الفعاله الراجل المحترم الموجود في الصيدليه بيخش بيدي لي علبه برتقاني كده آه برتقاني فيها الحاجات وبالعدد اللي, اللي كتبه الدكتور لكن علبه وبعدين تلات أرباعها هيترمي بعد ما خف ما هو ده سبب من ضمن الاسباب اللي بتؤدي الى اهدار هذا المنتج وده منتج زي ما كنت يا جماعه دي صناعه البليون دولار او المليار دولار بالعربي دي حاجه ما فيهاش الدواء ده بيتقاس بالذهب يعني بميزان شديد الحساسيه زي قلت مايكرو جرام مفيش مجال لاهدار هذا المنتج انا عايز اشكر حضراتكم جدا على وجودكم معايا اتمنى ان احنا نتقابل تاني للمزيد من المناقشه عشان مساله التوصيف الدوائي الوصفه الدوائيه الصيدليه احكام الرقابه على الصيدليات عشان ما يجيليش حاجه متهربه اللي موجود في الصيدليه لازم يكون صيدلي على عيني وعلى راسي الشبان اللي بترزق بس اللي موجود لازم يكون صيدلي عشان يبقى فاهم اللي مكتوب له مش متعود عليه كل شكر لحضراتكم مره تانية دكتور ايناس دكتور علي عوف دكتور علي عبد الله نورتوني وشرفتوني وانا الحديث طبعا بقيه خصوصا <applause> طيبين مقدمه بمناسبه شهر رمضان <applause> حالا يكون موجود معانا كريم رمزي وبرنامجه رقم 10 اما احنا لو كان لنا العمر ان شاء الله نقابلكم بكره في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعه سلامات